مشاكل. اتفضل. رقم واحد أننا نفصل دائما ما بين العبادة وبين الضمير. يقول لك العبادة حن إيه حنوصل بها لله سبحانه وتعالى وحنصلي وبكينا في شهر رمضان وصلينا التراويح وصلينا صلاة التهجد وقرأنا القرآن وختمنا الحمد لله جبرت وفلة ها ووصلنا لربنا خلاص. بعد رمضان انتهى الموضوع، الغش موجود، الـ 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 الكارثة اللي حصلت في دار الأيتام دي شفناها نموذج مصغر للأسف الشديد مما يحدث مصغر في دار الأيتام. أنا هو في أعلم هناك كثير مصغر، أنا اشتغلت يعني شوية وأنا في مسجد نوب العباسية في النواحي الاجتماعية، كان عندي تواصلات مع مؤسسات اجتماعية كثيرة، وطلبنا مرارا وتكرارا 40,000 جمعية ومؤسسة في مصر، رقم يخض 40,000 جمعية ومؤسسة في مصر. مالهم القوانين واللوائح مهلهلة، تمام، ما فيش ضابط ولا رابط. رقم اتنين خارج عن السيطرة، محدش بيراقب. رقم ثلاثة مرتبات العاملين ضعيفة مما يجعلهم ان هم يقتاتوا من قوت الاولاد الاطفال، لدرجه ان في بعض جمعيه كنت اعرفها وكنت كنا نروح ندي لهم اكل العيال وملابس يسيبونا يوزع على الولاد، نمشي من هنا يلموها تاني. تخيلي يتيم موجود معاه تفاحه سندوتش ها يتاخد منه والولد بيبكي. ليه بقى؟ لان في مش منظومه مش مظبوطة، المنظومة كلها للأسف الشديد مش مظبوطة. فاحنا عندنا الضمير الفردي، لا في ايه ثقوب وفي انفصام. ده نتيجة ايه؟ احنا كان منهج التربية في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو منهج ضمير. اما يكون واحد عنده عيب يقوم يركز على عيوبه الأول قبل ما يركز على عيوب الناس. يعني سيدنا أبو ذر كان عنده مشكلة الكبر شوية كده، ان هو حس انه سيد وبيعتقد ان في فرق بين الاسياد والعبيد. فسيدنا بلال قال له يا ابن السوداء، قال لي سيدنا بلال يا ابن السوداء، وسيدنا ابو ذر سيد في قومه، فجرحه في مشاعره فبكى بلال. هو مش اسلمت قلت لا اله الا محمد رسول الله، ليه اكون ابن السوداء الان؟ وراح وجاء شكان الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهليه. سيدنا أبو ذر عرف ان عنده مشكله في الحته دي بالذات، فوضع خده على الارض وحلف الا يرفعها حتى يطأها بلال بقدمه. هو عمل ايه؟ اعترف بخطأه وعالجه. احنا عندنا اخطاء كثيره في حياتنا لا نعالجها انما نجبرها بشويه عباده. ما ينفعش كأن واحد دلوقتي ايده متعصب يغسل رجله، ما ينفعش. ثوبه عايز يتنضف بيغسل بيرضف راسه، يعني لازم ترضف نفسك. يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرون، ده منهج. فلا بد ان نعترف بكل واحد يكون بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى ويعترف باخطائه. اخطائي واحد اثنين ثلاثه نعالجها ازاي؟ العباده مش هتعالج اخطائك ولا سلوكك ولا ضميرك. العباده مش هتعالج؟ لا، العباده لا تعالج، العباده تدفع فقط، هي الباور، هي الوقود، هي المطور. لكن الوصلة ما بين المطور وما بين بقى المكان ايه؟ الضمير. للمجاهدة لازم نجاهد نفسنا، وهو ده المفترض اللي احنا نعمله. لكل واحد عنده مشكلة، المشكلة ايضا في الضمير الجمعي، لان الضمير الفردي لما عندنا افراد ملايين من الناس الضمير الفردي هنا مسقوب والضمير الفردي هنا مسقوب، في النهاية الضمير الجمعي اللي يتمثل في صورة ايه؟ في صورة واحد ماشي خطأ في الشارع وضد اتجاه وماشي وبلطج، محدش قال له ولا كلمة ولا الهوى ولا حد قال له أي حاجة، تمام. في صورة ايه؟ في صورة الشارع فيه كوارث ها والناس واقفة ومتدخلش. إذن لابد أن نعالج هذا الموضوع بإيه بقى؟ رقم واحد مراقبة الله سبحانه وتعالى، نستشعر أن الله عز وجل علينا رقيب. الله كان عليكم رقيبا. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأن احنا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى.